أسف جوزيف أنت رح بتغادرنا. سوري بدي أقول شيء قبل. لحظة بس. سوري مالي. لا بس ما هو أنت وقتكم للحكي خلص، هلا بدنا ناخد جوزيف. بدي أقول شيء قبل، مالي شيء داليا. أنا بدي أقول شغلة، أنه أنا خدت هيدي التجربة يكون ببروغرام الزعيم، لأنه أنا عن جد كنت حابة أنزل مع الشعب على الأرض وأتعلم بهيدا البروغرام، لأنه عن جد أنه أتعلم سياسة من وراء التلفزيون من وراء هالتجربة. أنا كنت دايماً أطلع على التلفزيون يمكن بفن أو بعرض أزياء، بس قلت أنه في كمان أقدم شيء صورتي فيها أقدمها بطريقة أحلى وبطريقة أعمق، وأتقرب من الشعب من اللبنانية وأنزل على الأرض وحس مثل ما الشعب بينزل وبيحس. مش هيك أنا حبيت خوض هيدي التجربة. بس أنا اليوم بدي أطلب أنه أنا وقف هون. بفتكر أنه بيأديني هيك. ليه؟ تعلمت كتير. لحظة صوتي لصوتها. أنا فات على البرنامج. لحظة جوزيف أنت. لحظة جوزيف أنت. جوزيف أنت بقرار لجنة الحكم، ولكن ميريام ليه يا ميريام بدك، ليه بدك تغادري؟ لحظة، ليه بدك تغادري؟ ونحن كنا متابعين كل الوقت، متابعينك وشايفينك انك انت من حلقه لحلقه كنت عم تعطي افضل وافضل وافضل. اول شيء بدي اشكر لجنه الحكم، بدي اشكر كل حدا صوت لي، كل انسان صوت لي، بدي اشكر نيو تي في، بدي اشكر مازن لحام، جاني الخازن، كل شخص ساعدني وسندني. وبعتبر انه انا بيأدي لهون، انا بدي اخذ موقف اليوم وبدي اقرر انه انا اليوم وقف، لانه زملائي بيستاهلوا يمكن ينشهروا اكثر، انا يمكن بدي هن يوصلوا اكثر مني، انا حكفي سياسه لحالي، واذا حدا بيعوزني انا مستعده ارجع، بس بدي اطلب من لجنه الحكم انه كمان يسمحوا لي انه غادر اليوم، وشكرا كثير. انا بعتقد بدي اقول شغله بعد. رح نضلنا عم نتابعك يا شيء بعد كثير سريع. يلا بدي احكي للشعب اللبناني انه دائما بيقولوا انه الشعب خروف وبيتابع. بدي اقول شغله، انه الخروف بحياته ما بيتابع غير الراعي بيوديه على محل في اكل، سو بليز تابعوا السياسه اللي بيوديكم لمحل فيها لقمه عيش، مش كيف ما كان نتابعه ونغمض عيوننا.